هذا هو نبات القتة أو القطة كما نقول. هذه الثمار، والقطة من نباتات العائلة القرعية المفيدة جدا للجهاز الهضمي، وهي وجميع نباتات العائلة القرعية مفيدة للجهاز الهضمي، إذا كانت كوسة أو بطيخ أو الكنتالوب أو جميع نباتات العائلة القرعية مفيدة جدا للجهاز الهضمي. هذه الثمار في مراحل مختلفة. هذه الزهرة يتم التلقيح ثم عملية الإخصاب ثم تكوين الثمرة اللي هي القتة كما نشاهد. هذا هو نبات، هذا هو نباتات وثمار القتة. هذه الثمار، هذه البادرات الصغيرة، هذه نباتات القتة وهذه ثمارها. يبقى إذن هذه الجولة بين الحقول، تحدثنا عن القتة وهذه عملية شتل الأرز، وشتل الأرز من أهم العمليات. هذه عملية شتل الأرز، حيث يقومن العاملات بشتل نباتات الأرز كما نشاهد. هذا هو الريف المصري، هذا هو الطبيعة البكر، أو هذه هي الطبيعة البكر، هذا هو الريف المنتج. نعم، نتحدث من قريتنا من الريف المصري، والريف المصري هو الأرض الخصبة الغنية بالزرع والدرع، هو الأيدي العاملة والتي تنتج لنا غذاءنا والمواد الخامة التي يصنع منها الملبس والمأكل. وعموما يقصد بالريف كافة المناطق التي تقع خارج حدود المدينة.
يقوم العمال بزراعة شتلات الأرز في جور في وجود الماء في كل جورة من 4 إلى 5 بادرات، وتكون المسافة بين الجور في حدود 15 إلى 20 سنتي، وتكون المسافة بين السطور من 15 إلى 20 سنتي، ويراعى أن تكون نباتات السطر الواحد متبادلة مع نباتات السطر المجاور. قبل عملية الشتل هذه تم تمليخ نباتات المشتل ثم نقلها إلى جميع الحقل فيما يسمى الترحيل، وهذه عملية الشتل. وطبعا الشتل له مميزات عديدة. الشتل يمكن من الزراعة المبكرة، وهذا التبكير في الزراعة لا يكون على حساب التخلص من المحاصيل الشتوية، بل تكون هناك فرصة أمام هذه المحاصيل لكي تنضج تماما، خصوصا القمح والشعير وتربية البرسيم اللي هي الزريع. نمرة 2، طريقة الشتل تعطي المزارع الفرصة لخدمة الحقل المستديم قبل الشتل خدمة جيدة من حرث، تعريض للشمس، تسميد، تلويط إلى آخره، كل ذلك أثناء نمو بادرات الأرز في المشتل. عملية الشتل توفر من 1/3 إلى 3/4 كمية المياه، وكذلك تكليف عملية الري، وذلك في مدة نمو البادرات في المشتل. عملية الشتل أو زراعة الأرز بالشتل توفر كمية التقاوي بواقع من 1 إلى 1.5 كيلا للفدان. طريقة الشتل تعمل على تنظيم توزيع النباتات في الحقل المستديم، مما يساعد على التفريع الجيد. وجميع التجارب العملية على الأرض أثبتت أن الزراعة بالشكل تزيد إنتاج الأرز عن الطريقة البدار. هذا ما لدينا عن زراعة الأرز وطريقة الشتل. نشكركم ونشكر المتابعة.